للمزيد حول الوضع الحقوقي في العراق، لا سيما في السجون، والذي فنده قسم حقوق الإنسان بهيئة علماء المسلمين في العراق، وحديث حلف الناتو عن توسيع دوره في العراق ليشمل وزارة العدل في بغداد، ينضم إلينا عبر سكايب من عمان مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين الدكتور أيمن العاني. مرحبا بك دكتور أيمن. حياك الله أخي الكريم، وتحية للمشاهدين الكرام. شكرا لك دكتور. أيضا سوف ينضم إلينا لاحقا بعد قليل عبر الهاتف من اسطنبول الكاتب والباحث السياسي الأستاذ حسين السبعوي. دكتور أيمن، بداية يعني أصدرتم في قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين تقريرا عن وضع المعتقلين في سجون العراق. التقرير أكد يعني سوء معاملة المعتقلين في السجون. إلى أي مدى دكتور يعني ما رصدتموه يعني يعد سياسة ممنهجة للقوات الأمنية؟ أخي الكريم، المشكلة في العراق حقيقة هي مشكلة متجذرة خلال العقدين الماضيين. هنالك تعامل سوء معاملة واضحة جدا من قبل إدارات السجون الحكومية المعلنة، أستطيع القول لا أبالغ إذا أقول جميع السجون الحكومية المعلنة تنتهج هذه السياسة، سوء المعاملة والإهمال الطبي وعدم الاكتراث حقيقة لحياة الأشخاص المعتقلين، بصرف النظر عن التهم إن وجدت الموجهة إليهم ومدى جدية هذه التهم ومدى تورطهم في ذلك. لكن هذا الأمر هو أمر عام في السجون الحكومية المعلنة، والتقارير على مدى 17 سنة الماضية تؤكد حقيقة هذا النهج في المتبع في العراق على مختلف الحكومات المتعاقبة. هنالك إصرار على التعذيب، إصرار على كيل التهم جزافا حقيقة، وبالنتيجة لدينا كوارث إنسانية تحدث داخل السجون، لكن مع الأسف الشديد تجري بصمت في ظل حقيقة تجاهل المجتمع الدولي لما يجري. دكتور أيمن، التقرير وثق خلال الشهرين كانون الثاني وشباط الماضيين وفاة ما لا يقل عن 11 معتقلا في السجون. ذكرتم الأسباب هو أنهم يتعرضون إلى التعذيب ما يؤدي إلى وفاتهم في الغالب، ولكن ما الأسباب التي تقف وراء استمرار هذا النهج؟ لماذا يقومون بتعذيب المعتقلين على هذا النحو؟ أخي الكريم، حقيقة السبب الأبرز لاستمرار هذا النهج هو إفلات المرتكبين من العقاب وعدم وجود تحقيق شامل في حالات الوفاة التي تجري في داخل السجون، ولا سيما للمعتقلين والمتهمين بتهم الإرهاب. وهذه يعني هنا نحن أمام مفارقة حقيقة، لأنه هي الحكومة، هي الحكم وهي الخصم، وهي التي يعني هنالك جرأة على النفس البشرية وإزهاق الأرواح بسهولة داخل السجون، لأنه السجين أو المعتقل يكون بمعزل عن العالم الخارجي ولا يستطيع التواصل وليس له محام يعني مستقل يدافع عنه، لأنه هذا غير مسموح حقيقة في العراق يعني. فإذا الأمر كأنما اختفاء قسري، وهذا الاختفاء القسري يجري فيه التعذيب وينتهي في كثير من الأحيان بالوفاة مع الأسف الشديد بسبب هذه سوء المعاملة. الحديث عن يعني تعذيب المعتقلين ليس بالجديد، يعني من المفترض أنه أن يكون في كل دولة، في كل منظومة، في كل نظام هناك رقابة قضائية على السجون في العراق، يعني تتابع هذه الرقابة وتقيم أيضا يعني مدى فاعليتها. ولكن الحال في العراق هنا
كيف تصف يعني موضوع منظومة الرقابة القضائية على السجون؟ أخي، المنظومة القضائية في العراق ومدى استجابتها للشكاوى تدلل على التبعية السياسية لهذه المنظومة. هي منظومة يفترض أن تكون مستقلة، يفترض أن تتمتع يعني شيء كبير من الحياة، يفترض أن تكون مهنية في اعتماد هذا الاعتراف أو من عدمه، لكن كل هذا مع الأسف الشديد لم يحدث. كل الذي حدث أنه هذه المنظومة تنفذ رغبات السلطة التنفيذية المتمثلة بحكومات الاحتلال المتعاقبة، وهي مسألة هي وسيلة لتعامل هذه الحكومات مع المعارضين لها. واليوم نحن يعني كل العالم تبين له كيف تعاملت الحكومة مع أبناء الشعب العراقي الذين خرجوا إلى الشوارع للمطالبة بأبسط حقوقهم الإنسانية بأسلوب سلمي، بأسلوب يعني حقيقة حضاري، أسلوب يدعو إلى التفاؤل في المستقبل. لكن ماذا كان رد الحكومة؟ رد الحكومة كان عنيفا، قوة مميتة، قوة مفرطة، استخدام أسلحة محظورة في الأماكن المدنية الآهلة بالسكان. وهذا هو طبيعة تعامل الحكومة، يكشف لنا ما هي يعني على ما تستند هذه الحكومة وكيف تسير القضاء الذي هو حقيقة تشوبه عيوب كبرى، وهذا بشهادة العالم أجمع. نعم، نشكرك شكرا جزيلا دكتور أيمن العاني، كنت معنا عبر سكايب من عمان. إذن الآن ينضم إلينا في إطار الحديث عن دور الرقابة القضائية والدور الذي سيلعبه حلف الناتو في وزارة العدل في العراق، ينضم إلينا الأستاذ حسين السبعاوي عبر الهاتف من إسطنبول. أستاذ حسين السبعاوي، مرحبا بك. كيف تابعت يعني معهد واشنطن للدراسات أشار في تقرير له إلى أن دور حلف الناتو يعني يمثل حاجة للعراق ملحة لمعالجة القصور في أداء الوزارات الأمنية ووزارة العدل، ماذا يعني ذلك برأيك؟ يعني ذلك أنه هذه وصاية على الوزارات العراقية، هذا يعني معناها فرض إرادة خارجية على الدولة العراقية. أنا أعتقد علاقة العراق مع الولايات المتحدة والتحالف وحلف الناتو علاقة يشوبها الشك والارتباك. لاحظنا أنه فجأة يتناقص عدد القوات التحالف إلى 500 مقاتل، وفجأة يرتفع عدد المقاتلين في العراق إلى 4000 مقاتل. هذا يثبت هناك تخبط في سياسة العراق، لا يوجد رؤية حقيقية في التعامل مع قوات التحالف، وبالتالي العراق أصبح ضمن الهيمنة الأمريكية وبنفس الوقت ضمن الهيمنة الإيرانية. نعم، يعني هل ستتمكن من وجهة نظرك هذه الخطوة إن حدثت، هل ستتمكن من مواجهة الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان في الوزارات الحالية في العراق، أم أن الأمر ربما يعني خرج عن السيطرة؟ لا أعتقد أنه مهمة الناتو و مع العراق هو من أجل حقوق الإنسان ومن أجل استعادة الحقوق ونصر الحريات ودعم الحكومة المدنية. هذا الأمر مستبعد. الناتو يتعامل على مصالحه، والولايات المتحدة هي من دعمت انتهاك حقوق الإنسان والمظالم التي يعني والظلم الذي نزل على العراقيين، وكله بسبب الولايات المتحدة وهذا التحالف. فلن يكون هذا التحالف جزءا من الحل لينقذ العراقيين مما هو عليه، بل على العكس، هذا التحالف هو من سلم العراق بيد إيران، وهو من سلم هذه الأحزاب السلطة في العراق بعدما دمرت يعني وبعد ما سلمت السلطة دمرت الشعب العراقي يعني ومؤسسات الدولة العراقية. فلا يمكن التعويل على أنه سيعيد
يعني ان تكون العراق دوله مؤسسات ويهتم الحلف في ولكن استاذ حسين الم نعم. يعني الم يكن الاجدر بالمجتمع الدولي التحرك لايقاف ما يجري في العراق من انتهاكات لحقوق الانسان وخاصه التعذيب في السجون؟ نعم هو من الاجدر ولكنه لن يفعل لانه القضيه لا تعني المجتمع الدولي اصبح متفرج على ما يجري في العراق وداعم لمن ينتهك حقوق الانسان، هذا متفق عليه اصبح، يعني اليوم ما عاد الانسان العراقي يعول على المجتمع الدولي لاسترداد حقوقه او لمحاسبه القتله، اليوم الاخفاء القسري يعني مستمر والتغيير الديموغرافي مستمر والمعتقلين بلا محاكم ولا بدون محاماه موجودين في السجون الاف. ولكن لماذا لا نقول استاذ حسين لماذا لا نقول يعني على اعتبار ان وزاره العدل يعني منوط بها مراقبه الانتهاكات الكبيره لحقوق الانسان في السجون وهذا المفروض، ولكن الا تعتقد ان دخول خبراء الناتو يعني الى وزاره العدل يمكن ان يوقف التعذيب يعني الذي وصل الى درجه القتل في السجون الحكوميه؟ والله انا استبعد انه يكون لهم دور ايجابي في العراق، لأنه على الأرض نحن ندرك أنه الناتو هو من جاء بهؤلاء المجرمين الذين قتلوا الشعب العراقي، الناتو هو من شرع لهذه الحكومات ومن دعمها، خصوصا اليوم الشعب العراقي منتفض بغالبيته في وسطه وجنوبه وقبلها في غربه وسطه، كل هذا الناتو لم يحرك ساكنا. اليوم الناتو يريد أن يعني يطالب بحقوق الإنسان من الوزارة، هذا الأمر مستبعد جدا أخي العزيز، هناك مصالح أخرى لدى الناتو في وزارة العدل وفي وزارة الدفاع من قد يجوز من أجل عقود، من أجل مصالح تدريب، من أجل يعني كثير من القرارات التي تخدم مصالحهم، أما مصالح الشعب العراقي هي مستبعدة من الناتو أن تكون من الناتو. شكرا لك أستاذ حسين السبعاوي الكاتب والباحث السياسي العراقي، كنت معنا من اسطنبول عبر الهاتف، وشكر موصول أيضا للدكتور أيمن العاني مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين، كان معنا من عمان عبر سكايب.